إقبال لافت لترشح لانتخابات المجالس المحلية تشهده محافظة السويداء في يومها السادس بإشراف ومتابعة من اللجنة القضائية الأولى والثانية في القصر العدلي في مدينة السويداء، ومشاركة جيدة للعنصر النسائي والشبابي وذوي الكفاءات والشهادات العلمية، تنبئ بإدراك المواطنين لأهمية هذا الاستحقاق الوطني وتغليب مفاهيم التعدد والتنوع في الاختصاصات والكوادر على مفاهيم التمثيل التقليدية. ولاحظنا هذا العام الحقيقة الإقبال الكثيف من قبل الأخوات المواطنات وأصحاب الشهادات العالية، شهادات دكتوراه خاصة، ولاحظنا إقبال الشباب على التصدي لهذه المسؤولية الوطنية بالحقيقة. ونحن ندعو جميع المواطنين في هذه المحافظة من يجد نفسه الكفاءة والشروط أن يتقدم إلى هذه الانتخابات. بل من كافة الشرائح، يعني حتى لفتني أنه في فئة من مسميهم الكهول، هذا الشيء بيسعدنا أكيد بأنه عندهم قدرة على العطاء، أنه لساتهم عم يقدموا. وكمان في عنا فئة من الشباب، وأنا من مكاني هذا بشجع كل إنسان بيلاقي بنفسه الكفاءة والجدارة بأنه يقوم بهذه المهمة، أنه يقدم نفسه للترشيح. إقبال الشديد والكثيف من الأخوة المواطنين وخاصة حملة الشهادات العلمية، طبعا مع وجود إقبال من باقي فئات الشعب، وهذا الشيء مشجع ومحفز مشان لأجل تحسين عمل مجالس الإدارة المحلية لكي يكون لها الدور الفاعل والمرجو منها في المستقبل لتطوير عملها وتصويب الأخطاء وتحسين الوضع الخدمي في المناطق والوحدات الإدارية. 62 وحدة إدارية موزعة على مدن وبلدات وبلديات المحافظة، يتنافس المرشحون لنيل ثقة المواطنين لتمثيلهم في مجالس هذه الوحدات. أتمنى التوفيق لجميع المرشحين وأن يكون الاستحقاق أن نمارس هذا الحق والواجب من خلال صناديق الاقتراع. أتمنى يعني أنه تكون هذه الدورة القادمة تخدم المواطن بالشكل الصحيح. بتمنى من كل إنسان عنده قدرة أنه يخدم ما يقصر، بالنهاية هي خدمة لبلده ولناس ولأهله وما راح يخسر شيء. اللي دفعنا للترشيح هو محاولة لتحسين وضع الخدمة ببلدي، وإن شاء الله يعني الظروف تساعدنا لهيك. بتمنى أني ساعد أهلي وكون عون إلهم واليد اللي بتطالب بحقوقهم. استقبال كثير اليوم على الانتخابات، وإن شاء الله نقدر نساعد أهلنا ونساعد ناسنا بالقرية. حبيت أن يكون بهالمجال بهالخضة، بلكي نقدر نساعد بعض. نتمنى نقدر نعيد هاي الثقة اللي صفت شبه معدومة يعني بين هاي القطاعات بسبب الظروف الراهنة والأوضاع اللي مرت فيها البلد. إن شاء الله إذا حالفني الحظ أكون قد هاي المهمة. انتخابات المجالس المحلية والمقررة في 18 من الشهر الجاري استحقاق وطني هام، والمشاركة الفاعلة فيه ضرورة ومسؤولية في ظل ما يواجهه الوطن من تحديات لانتخاب كوادر جديدة تصنع خطط التنمية لأربع سنوات قادمة. من السويداء أمل الشومري لقناة سما الفضائية.